السلام عليكم. اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم سلسلة جديدة اللي هي من الصفر. راح نلعب ألتيمت تيم بدون ما ندفع فلوس. ما راح نفتح باكيجات، ما راح نجيب كوينز بأي طريقة ثانية، نشتري كوينز دون كوينز. كل اللي نسويه نجمع من داخل الألتيمت تيم، من المباريات وزي كذا، ومن التحديات اللي داخل الألتيمت تيم. السلسلة موجودة من فيفا 13، لكن كل فيفا اقول بسويها وكنسل، اقول بسويها وكنسل. لامانه تحمست يوم شفت احمد شو مسويها في فيفا 19، والان سواها في فيفا 20، وبعمر سواها في فيفا 20، وقلت لازم اسويها فيفا 20 من الصفر. لان راح نبدا من الصفر، راح نبدا من التشكيله اللي يعطونا الالتيمت تيم بدون ما ندفع ولا ريال ولا كوينز ولا شيء. ان شاء الله تستمتع بالمقطع، ان شاء الله ان شاء الله اني بحاول اني امتعكم في هذه السلسله باللي اقدر عليه. فبسم الله خلونا نبدا الالتيمت تيم. المنتخبات راح نختار فرنسا لاني احب فرنسا. يعني باكج فضي، لا والله ذهبي. ديخبي، وش ديخبي هذا؟ اوكي، يقول خذ لاعب معار وراح يحل مكان هذا اللاعب. اوكي خلونا ناخذ هذا. رايت اتوقع ان ما راح نحتاجه. حلو حلو. اغويرو راح نحتاجه، اغويرو راح نحتاجه. يعني المفروض ان ناخذ ابو ميانج، لكن ابغى اغويرو. انا كل العالم ياخذ ابو ميانج، ف نغير شوي عن الناس. طبعا انا مو قاعد اسمع اي شيء من اللعبه، لابس سماعات كذا بس، لان القطعه حقتي قديمه وما تطلع صوت. ما ادري ايش جايها، بس زبده انه ما طلع صوت الا متاخر، فاسكت افضل من اني اسمع متاخر. حلو، طلع لنا اطقم نوادي. راح نختار مانشستر سيتي بما ان معنا اغويرو. والله متحمس مع هذه السلسله. ان شاء الله انها تلقى دعم. اوه الباكيجات، اوكي. انا ما ادري ايش هذه، بس اوكي. بسم الله خلينا نفتح الباكج الاول، ان شاء الله يطلع لنا شيء. يعني يا رب يطلع لنا شيء. انا ما اعرف طريقه باكجات، بس اذكر ان في اللمعه هذه اللي طفت فانه في لاعب. ما ادري شلون النظام، اتوقع انه لاعب ابو كلب هذا. طبعا يعني حظي هذا. والله لعيبه جيدين صراحه، يعني هم مو بجيدين بس ما نستفيد منهم. الباكج اللي بعده طبعا كله بدون سكيب. اوه مهاجم. طبعا هذا ثلاث لعيبه وثلاثة نادرين، فنشوف ايش يطلع لنا. هذه ما ادري اعاره ولا مو اعاره، بس نشوف ايش يطلع لنا. اتوقع انه خايسين. اوكي هولندي سي بي اعاره، فان دايك اعاره، بس عادي. انا قلت لكم ما ادري هو اعاره ولا مو اعاره، عشان كذا ما تحمست. اوه في سانشو، حلو. في فينيسيوس. راح نبدا بهذه التشكيله كذا بدون ما نطبوا باي احد من اللعيبة المعارين الا فينيسيوس. هذا معصب على طول. اوباميانج، وات يا عيال، كيف جاب الليجند هذا؟ تكفى روح هي كيف خذها. اللعب بطيء مره، بس بنتعود مع الوقت. تكفى يا عمري، اوفر. تكفى، حرم عليك. ليش يخرب عليه؟ يوه لا والله اللي فوق، والله اللي فوق. لا ابو ميانج دافع. تكفى، والله ما لعب باللعيبه اللي عاره يا عمري. لا الله عليك يا حارس، وش مدافع يسوي ذا؟ اللعب غريب شكل يا عيال، ما تصورونه. تكفى يا اغويرو، ابلع يا شيخ، ابلع قبل ما انتهي الشوط. يا شيخ اخيرا طببنا سانشو، طببنا ابو ميانج، معليش اغويرو. سانشو واغويرو حرام انهم يروحون كذا هباء منثوره في مباراه وما نفوز. لازم نستغل الاعاره هذه اقوى ما يكون. تكفى، الله الثاني بدون رحمه. جاء الاول ويجي الثاني ويجي الثالث، كلها دفره. الحين الثالث جاي في الطريق، اصبر بس. اغويرو يا مجنون، اقسم بالله اني ما توقعت انه هدف. يا الموزه اعطاك يا وي يا عمري. لا اغويرو الهاتريك يا عيال. اغويرو قوي، اقسم بالله انه قوي. شيء اسطوري.
يووو اقسم بالله متعة يا اخي، متعة الحين متعة. عرفنا نلعب شوط ثاني. يا الله كيف ضاع ذي. اغويرو شلون عبر انا، شلون عبر انا اغويرو. شوفوا كيف حطها، يا الله. يو 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 حرام حرام حرام. الله 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 يا الفوز، فوز طاقة طقه كل شيء. والله المهاجم هذا اللي معه جيرمان توقع 9.5 بين اسس 9.3. ميليتاو اوكي زاد مكافأة عندي اصلا، لازم خلنا ناخذ هذا لان اصلا عندنا فان دايك. المفروض اني ما افتح هذا الشيء، توقعت انه يمديني ارجع او تراجع لكن ما اقدر. اوه يمديني ادمج، يمديني ادمج مباريات توني ادري. والله لو داري خذيت فان دايك اول مباراه وفوز. شاقول شاقول شخلي خلاص كذا افتتاحيه جميله. اوكي يا ساتر يا عيال، وش التشكيله ذا؟ بكم فاتح ذا؟ كله ما لذ وطاب. والله اني حسبت هدف، الحمد لله يا رب الحمد لله. لا تكسر لا تكسر لا تكسر لا تكسر حارس، حرام عليك والله انه حرام. قلت لكم الله يعدي هالمباراه على خير. والله العظيم يا عيال تشكيله قويه، والله انها قويه بشكل. يا عمري يا اغويرو يا شيخ، ايه خلص الفارق يا شيخ. الله يا اغويرو قدم قدم الحارس، ما ادري رجع الدفاع، ما ادري ايش قاعد تسوي انت. قاعد تسوي سوي سوي اللي تبغاه. لا لا يا رب مو اوفسايد. يقرا ام السلكان يا عيال، اقسم بالله سلكان اقوى من كذا ما فيه. شوف ايش صار. تكفى. يو 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 يا عيال، عرفنا نوظفهم، عرفنا نعطيهم تعليمات، اقسم بالله تغير اللعب مليون درجه. روح روح تكفى. سانشو 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 يو يا العارضة يو، حرام حرام والله يا اخي. هجمة جامدة اقسم بالله جامدة. فاول مفيش فاول، اوكي عادي عادي خليه يسجل هدف ما في. فوز مستحق بمعنى الكلمة، صح ان في هدف سلكان بس والله جلدناه، والله جلدناه جلد مو بصح. شرينا كندوبيا راح يضبط ام الوسط الحين ان شاء الله، ضبط لنا التناغم وكل شيء. تعال عنده اللعب شوي، الله غش شخص اقسم بالله كل واحد تشكيلته جامده. يا عمري الطقطقه يا عمري، لو توني بقول لو تكمل وش ذا الشوته. يا عمري يا اغويرو يا عمري يا اغويرو، اول لمسه ابلع يا شيخ. يوه يا اغويرو يا عيال مو بصاحي، والله مو بصاحي. شوف كيف، شوف الحطه بس. يا اغويرو اقسم بالله توني بمدح يا عيال، والله سحبه اسطوريه. قطع ام القهر قطع ام القهر يا عيال. يا عمري سحبه تكفى. لا لا ما وش يدور عليها ذا؟ ليش يدور عليها ليه؟ خلص خلص مو بكذا يا كابتن، خلص خلص تكفى. لا يا الله روح تكفى، روح فينيسيوس روح فينيسيوس روح. حرام عليك وش تبي اكثر من كذا؟ وش تبي تكفى؟ اقسم بالله حرام يا عيال. مربع ارتو والله والله مربع ارتو، ضاعت المباراه ضاعت اقسم بالله. حرام 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 نتعادل والله حرام.
عموما بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. اعطونا اراءكم وش تبون نجيب لعيبه زي كذا، بما اني جبت كاندوبيا. اذا تبون نقلب تشكيله اسبانيه علموني، واذا تبون نخليها اسبانيه مع فرنسيه الى ما نجدد التشكيله اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. ويعطيكم العافيه جميعا على كل شيء، ان شاء الله عجبتكم السلسله. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وش تبون نجيب لاعب، او تبون نبيع كاندوبيا، او نقلب تشكيله اسبانيه، اللي تبون. طبعا ما معنا الا 1000 كوينز، فخلوا هذا الشيء في بالكم. يعني راح نجيب لاعب، ان حاليا الجهه اليسار اسبانيه، اذا تبون نجيب مهاجم اسباني معنا 1300 كوينز، علمونا من تبون في الكومنتات. وان شاء الله عجبكم المقطع، نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. في امان الله، سلام.